ألف مع سامي البيروتي. العيادة المسموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مستمعينا مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. أرحب فيكم، أنا سامي البيروتي في حلقة جديدة من برنامج طباوة ألف، يجيكم يوميا من الأحد الخميس بتمام الساعة الواحدة ظهرا. أكيد يوميا بنتناول مواضيع تهمكم مستمعينا. اليوم موضوعنا رح يكون مختلف شوي، لكن تواصلكم رح يكون على 0121-61-61-100 0121-17-85-85. أو عن طريق تويتر على ALIF ALIF FM، وعن طريق الاسمس STC 810-40 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. رح نتكلم اليوم تحديدا عن التخصص وهو الكيمياء الحيوية. رح تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة هويدة رئيسة قسم الكيمياء الحيوية. مساء الخير دكتورة. مساء النور، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بحضرتك. شيء تمام؟ كله تمام الحمد لله. أول شيء خلينا نبتدي مع بعض دكتورة، نعرف للمستمعين ما هي الكيمياء الحيوية. والله حضرتك هي مادة الكيمياء الحيوية، الاسم بالكامل كمان، لأن الكيمياء الحيوية في منها أنواع مختلفة. أنا أو إحنا في كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا في جدة بندرس مادة الكيمياء الحيوية الطبية. هي الكيمياء الحيوية اللي بتدرس لأكثر من كلية، درسها في كلية الطب والأسنان والفيزيوثيرابي اللي هي العلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض، يعني عدد كبير من الكليات بندرس فيها مادة الكيمياء الحيوية الطبية في السنة الأولى، وفي طب لمدة سنتين الأولى والثانية. هي مادة تعتبر بنسميها بيزك ساينس أو مادة علمية من المواد الأساسية التي تدرس في السنوات الأولى، وهي بتهتم، هي حقها مغفول شوية، وفي كتير لما يسمع الاسم ككيمياء يعتبر بالذات لو هو كلية طب، طب أنا هبقى طبيب، إيه دخل الكيمياء بي، ليه أدرس كيمياء؟ هي العلم اللي بالضبط يدرس التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل في كل الخلايا، طبعا في كل كائنات الحياة، لكن احنا mainly concerned أو مهتمين بالخلايا الموجودة في الإنسان. طبعا لك أن تتخيلي حضرتك أن كل اللي بيدور في جسمنا من الهضم والحركة والانتصاص وحتى المود، حتى المزاج، أن الإنسان يقوم الصبح ويقول أنا النهاردة قايم مزاجي كويس، أو أنا متضايق، أو في أثناء النهار تحصل شيء يضايقه يعصبه، كل هذه الرياكشنز أو التفاعلات اللي بتتم في جسم الإنسان عبارة في النهاية عن تفاعلات كيميائية. فهي المادة الميديكال بايوكيمستري أو الكيمياء الحيوية الطبية، هي مادة تعرف الطالب إزاي بتحصل المعادلات أو التفاعلات الكيميائية في جسمنا اللي بتأثر على كل الأنشطة البيولوجية اللي جسمنا بيقوم بيها، منها الفولانتري اللي نشعر بيه ونعمله بتحكم زي الحركة وإن أنا أقوم أمشي أو أتكلم، ومنها الانفولانتري اللي بيتم بدون وعي مننا تماما زي التنفس ودقات القلب، محدش فينا بيتحكم ولا بيدرك أصلا بيتنفس، هي حاجة بتتم انفولانتري ولكن هي عبارة عن تفاعلات كيميائية لغاية المستوى بتاع الخلية، وأحيانا بنسميها السبسيدر على مستوى أدق من الخلية كمان. طب جميل، طب دكتورة لماذا تدرس مادة الكيمياء الحيوية؟ هو يعتبر احنا بالشكل ده لو الإجابة تعتبر مشتقة من إجابة السؤال الأول، لأني أنا هتكلم عليا كطبيب، أنا طبيب يعني أو طالبة في كلية الطب وهتخرج طبيبة، فبالتالي إن أنا هكون طبيبة متخصصة في البطنة أو الأطفال، في أطفال مرضى هيجولي هكشف عليهم هشخص وأوصل لتشخيص وأكتب العلاج، والشفاء بإذن ربنا طبعا سبحانه وتعالى، بس بنبقى احنا أسباب. فأنا الكيمياء الحيوية أدرسها ليه مثلا؟ كيمياء الحيوية هتعرفني، لأن الأمراض عشان تحصل بيبقى في حاجة أو بروسيس بنسميها باثوجينيسيس، اللي هي
كيفية حدوث المرض أصلا عشان أو إيه اللي بيحصل في خلايانا عشان الخلايا تشتكي والإنسان كله يشتكي ويبتدي يعاني من مرض معين. ده بيتم تاني على مستوى الخلية وعلى مستوى إن المعادلات أو التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل جوه الخلية اللي مفروض أدرسها طبيعي أعرف هي بتتم إزاي بشكل طبيعي فيسيولوجيكال يعني، وبعد كده أشوف هو يا ترى التفاعلات دي إيه اللي بيحصل فيها من تغير بحيث يؤدي لمرض معين. يبقى أنا كطبيب لا يكفي إن أنا عشان أشخص مرض لازم أعرف الحيثية خلفه أو الخلفية أو ماذا حدث قبل ما المرض يظهر. ده مش هيتم غير بإني أعرف فعلا أو أدرس الكيمياء الحيوية. أنا لو تخصص تاني فارما اللي هي هتخصص أبقى صيدلي كلية الصيدلة برضو بتدرس البايوكيمستري. ليه؟ في الصيدلة من أهم مهمهم طبعا العلاج والأدوية اللي عبارة في النهاية برضو عن كيميكال بتتعطى في أمراض معينة بحيث تكون سبب في الشفاء. الأدوية كتير منها بيقوم على إنها يا إما بتتعارض مع تفاعلات كيميائية معينة بتحصل في خلية معينة وتسبب المرض أو إنها تصلح من أو تصحح مسار كيميكال رياكشن أو يعني تفاعل كيميائي كان فيه عيب فهي تبتدي ترشده أو ترجعه لمساره الطبيعي فيختفي السبب بتاع المرض. فيبقى هم كمان فكرتهم عن العلاج والأدوية وإزاي العلاج ده يؤدي للشفاء أو على خلفية إيه هتكون بإنه يعرف برضو التفاعلات الكيميائية اللي بتحدث في المرض الفلاني فيبتدي هو يركز على إن العلاج هيتارجت أو يعني هيبقى كأن الهدف بتاعه الشغل على كيميكال رياكشن الفلاني في في التايم الفلاني في الخلايا المعينة اللي بتؤدي لمرض معين. مهم جدا في كل ما يتعلق أنا قلت هذه الكليات متعددة كلها طالما بتتعامل مع الإنسان طب بشري يعني أو طب أسنان أو صيدلة أو علاج طبيعي أو تمريض حتى الراديولوجي اللي هم اللي بيتخصصوا بيطلعوا متخصصين في الأشعة برضو بيدرسوا البايوكيمستري كعلم أساسي يعرفهم بالضبط إيه الطبيعي اللي بيحصل في الخلية أصلا بشكل طبيعي بحيث إن لما يحصل فيه خلل يبقى أنا عرفت إن هذا الخلل هو اللي أدى للمرض الفلاني. طيب دكتورة ما مزايا هذا التخصص تحديدا؟ ما هي مزايا؟ والله حضرتك شوفي يعني أنا طبيبة أنا تخرجت من كلية الطب وكان الطبيعي أو الأكثر شيوعا يعني مع زمايلي كلنا ما بنخلص بيبتدي نفكر أقول أنا الرجال أغلبهم أو الشباب أنا عايز خاصة جراحة وجراحة أنواع أنا عايز جراحة عامة أنا عايز جراحة مسالك جولية وهكذا. البنات يفضلوا الأطفال التعامل مع الأطفال كمرضى مريح وكأنثى يعني بتبقى مرتاحة أكتر كمان وبتحس بجانب عاطفي مع الطفل اللي جاي بيشتكي أطفال أو طبعا نساء وولاد على أساس إن الطبيبة اللي تخرجت تسد احتياج الفيميلز بدل الست اللي عندها مرض له علاقة بالجهاز التناسلي أو الحامل اللي هتولد الأفضل إنها تلاقي طبيبة السيدة يعني بحيث إنها تبقاش حاسة بحرج معاها. فدي أو جلدية لأن طبعا الجلدية برضو بيبقى في أمراض كتير تقتضي إن المريضة تفضل إنها تلاقي طبيبة ست يعني سيدة يعني بدل ما تروح لطبيب رجل وتشعر بالحرج معاها. عادة ده اللي بيجي في بالنا كلنا. وأنا بأمانة أول ما خلصت كنت في بالي أطفال أو كان ده الخطة إن أنا أتخصص في الأطفال. وبعد كده يعني مش هكذب عليكي جاء وقت الأطفال بتبقى لود شوية وفيها نبطشيات وبعدين كان ميسر قدامي الكيمياء الحيوية وطبعا قبل ما اختارها فكرت وفي نحس برضو لو في زملاء صغيرين أطباء صغيرين اللي بيفكروا في المستقبل أنا كشغل مش هيبقى لي عيادة ولكن هشتغل كمسؤولة عن المعمل والتحاليل الطبية. فدي في حد ذاتها شيء مهم جدا يعني تقدري حضرتك تقولي إن دلوقتي ما فيش طبيب أطفال أو بطن أو نساء بيشخص مرض إلا ما بيكون فيه كأن بيقول إيده اليمين وإيده الشمال عشان يشخص. إيده اليمين بتكون هي التحاليل مش هيقدر يدي كلمة ولا يشخص إلا ما عادة بيطلب من المريض وبيكتب له عدد من التحاليل الطبية روح المعمل واعمل كذا وكذا وقيس التحليل ده وده وده وفي بعض الأحيان بيطلب أشعة.
بل يعني ايد اليمين والشمال لاي طبيب عشان يشخص مرض ويوصل لتشخيص سليم بيبقى تحاليل المعمل وبيبقى الاشعه. فلا غنى لاي طبيب عشان يعالج صح الا انه يلجا للتحاليل الطبيه، وهي دي تخصص الكيمياء الحيويه الطبيه. هي في النهايه هي التخصص اللي بيتيح للطبيب المتخصص في البرانش ده انه يكون مسؤول عن المعمل ومسؤول عن عدد كبير من اجراء عدد كبير من التحاليل الطبيه اللي تسهل او تيسر للطبيب تشخيص المرض. مش بس التشخيص، التشخيص ده في الاول الطبيب ابتدى يعالج وابتدى يدي ادويه. في جزء مهم جدا للتحاليل الطبيه او الكيمياء الحيويه الطبيه انها بتساعد الطبيب في الفولو اب، في المتابعه. المريض جاء وتشخص وابتديت اعالجه، انا ممكن بعد شهرين ثلاثة ست شهور ببتدي اقول انا عايز اعرف وصلنا لايه، العلاج جاب نتيجة، العلاج كان ناجح، عايز يتغير، عايز الجرعة تزيد او تقل. برجع اقول برضو للمريض بتاعي انا عايز التحاليل الفلانية لكيمياء الدم تقسهالي وتروح للمختبر عشان تقسها. فيبقى رغم ان الكيمياء الحيوية بتبدو بعيدة مثلا عن الطب كمسمى، لكن هي جزء جوهري جدا فيه. وانا حبيت الفرع رغم اني كنت البدايه ان انا ماشيه زي تراديشنال او اقول ايه زي ما الناس كلها بتفكر تخصصات اطفال و و و، لكن جست ان انا ابتديت فيها واشتغلت فيها وحصلت يعني على الماجستير وبعد كده الدكتوراه ومارست المهنه انا سعيده جدا بيها وبحس ان انا اقرب للناس. مش لازم تكون انا الطبيب اللي معايا السماعه وكده، لكن بالعكس انا قريبه جدا من المرضى وبحس ان العمل في هذا التخصص مفيد جدا للأطباء عشان يشخصوا ويتابعوا، ومفيد للمجتمع كمان، المجتمع ككل يعني. ما أعرفش حديث يعني. طيب ما بقى قاطعك دكتورة بس مضطرين نطلع فاصل أوي فاصل بسيط مستمعينا وراجعين. طبابة ألف مع سامي البيروتي، العيادة المسموعة. وعودة من جديد مستمعينا لطبابة ألف. طبعا موضوعنا حول الكيمياء الحيوية الطبية، تحديدا معنا عبر الهاتف دكتورة هويدة. مساء الخير مرة ثانية دكتورة. مساء النور، أهلا وسهلا فيكي. طيب قبل الفاصل تحديدا كنت تتكلمي أو تقولي لنا ما إيش مزايا هذا التخصص تحديدا. خلينا الآن نروح شوية لأرض الواقع كمان أكثر. إيش فايدة هذا التخصص تحديدا للمجتمع؟ أيوة تمام، سؤال جميل. إن فعلا تاني هي رجوعا لأن اسم التخصص نفسه يبدو بعيدا عن الأمراض أو المرضى أو المجتمع، ولكن خليني أقول لحيت حاجة. إحنا هنا في السعودية في شرق أوسط عموما عاداتنا ونمطنا في الأكل والرياضة اللي في الأغلب يعني ما هياش واخدة الدور أو المنحة الكبير في حياتنا اليومي اللي هو اللايف ستايل بتاعنا عموما، أسلوب الحياة، صحيح. بيؤدي للأسف يعني إن مثلا مرض زي الدايبيتس اللي هو مرض البول السكري منتشر جدا وفي كل الأعمار، يعني من أول الأطفال الصغيرين لغاية الشباب اللي قبل البلوغ ولغاية الناس الكبار في السن. وأصبح مرض يعني هو مضلع فعلا يعني له بيردن أو له مردود سيء على المجتمع ككل وله complications أو اللي هي ما بعد المرض، يعني المرض نفسه، ولكن مع السنين بتبقى فيه كمان مضاعفات بتأذي العين، بتأذي بتخلي النظر يبقى متأثر، بتأذي الكلى، بتأذي الأعصاب. فمرض ما هوش قليل، ويعني كان نقول ان هو مع الوقت بيبقى دي ستيبلنج وبيخلي كفاءة الإنسان وقدرته على العمل والحياة عموما واستمتاعه بالحياة بتقل جدا. فلما أقول دور الكيمياء الحيوية أهو مع مرض مشهور أو خليني أقول كومن يعني يحدث كثير الحدوث ولوم وتأثيره على المجتمع قوي جدا وسلبي، الكيمياء الحيوية لها دور كبير. يعني مثلا احنا بنشخص مرض الدايبيتس في طريقه للتشخيص، ولكن الاهم من تشخيص الدايبيتس او اللي هو مرض البول السكري زي ما دلوقتي في ترند في العالم كله، وحتى احنا عموما عندنا مثل مهم جدا هو الوقايه خير من العلاج، بقى في مرحله مهمه جدا قبل حدوث المرض فعلا اللي هي توقع حدوثه.
في مستوى من الدايبيتس نسميه بري دايبيتس، يعني نقول ان الشخص ده بري دايبيتك بيرسون او بري دايبيتس، يعني ما قبل، يعني هو مش عندوش المرض اصلا وما اشتكاش، ولكن وارد ان هو يصاب بهذا المرض اللي هو البوليسكاري. ازاي اكتشفه؟ لان ده لو اكتشفته من قبل ما يبقى فعلا حقيقي مريض لمرض السكر، ممكن ياخد الاحتياطات ويغير اللايف ستايل بتاعه، يبقى في طرق كتيره تتغير في من غير علاج، من غير علاج حتى، لان هو مش مريض اصلا عشان يتعالج، ولكن اعمل ايه بحيث او ازاي اتعرف عليه او احدده بحيث انه يتجنب الدخول في المرض نفسه. اللي بيقوم بده هو تخصص الكيمياء الحيويه الطبيه عن طريق تحاليل معينه، والتحاليل دي ممكن تتعمل ونسميها سكريننج تيست، يعني اختبارات تعمل مسح للبوبوليشن او مسح لمجموعه معينه من الناس احتمال حدوث الدايبيتس عندهم عالي، بحيث نكتشف المرض من قبل حدوثه. البري او المرض البوليسكري ما قبله، البري ما قبل، يعني بتعمل تحاليل، يعني تحاليل الدم ده بيتعمل في قسم الكيمياء الحيويه الطبيه سواء في المستشفيات طبعا وفي الكليه، ده جانب تدريسي، لكن عمليا في المستشفيات بتعمل الاختبار بحيث انه بيتقاس مستوى السكر في الدم والشخص الصايم اللي هو الفاستنج بلاس جلوكوز ليفل، وبيتقاس حاجه اسمها الهيموجلوبين المرتبط بالسكر جلايكوزيليتد هيموجلوبين، ده اختبار ثاني برضو بيتقاس، بحيث اننا بنشوف المستويات الليفل بتاع الجلوكوز في التو تيست دول، وفي تيست ثالث كمان اللي هو قياس مستوى السكر بعد ساعتين من الاكل، بعد ساعتين، بحيث ان في قيم معينه اذا وصلت لها في الثلاث تحاليل دول والمريض ما بيشتكيش وما هواش عنده سكر حقيقي او مرض البوليسكر لا يعاني، ولكن بقياس القيم دي في المعمل تطلع النتائج واشوفها للثلاث تحاليل دول، ابتدي اقول للمريض خد بالك انت بري دايبيتك، ويبقى معناها ان في حاجات كتير لازم تتغير في حياته، اولها الوزن، اولها الوزن، يعني الوزن نفسه او الاوبيزيتي او السمنه من ضمن العوامل اللي ممكن تدخل الشخص اللي هو مش دايبيتك اصلا ولا عنده مرض البوليسكري يدخل في مرض اللي هو دايبيتيز تايب 2 اللي هو بيبقى بالبلغيز. والغريب دلوقتي حضرتك ان اكتشفوا ان تايب 2 او اللي هو مرض البوليسكري للبالغين ابتدى يظهر في سن اصغر غير النوع الاول. في مرض البوليسكري نوعين، في تايب 1 وتايب 2. تايب 1 هو البوليسكري للاطفال اللي بيبقى منذ ولادتهم، وتايب 2 كنا دايما بنسميه البوليسكري للبالغين وكان بيظهر بعد سن 30 35. دلوقتي تخيلي حضرتك النوع ده ممكن يظهر في اطفال سن 10 سنين، وده الغريب لان ابتدت برضه الاوبيزيتي او السمنه تظهر في السن الصغير للاطفال، برضه الندرة نشاطهم وقعدهم على طول قدام التلفزيون والالعاب الجيمز اللي واخد وقتهم كله، بحيث بدل ما يطلع ويجري ويلعب مع اصحابه قدام البيت كوره يمشي بقى قاعد قدام النت والتلفزيون، فاصبح السمنه مشكله عويصه برضه وبتظهر في سن اصغر. حتى الاطفال دول طالما مجرد ان الطفل سمين يعني وزنه فوق الطبيعي، المفترض ان هو كل سنه يتعمل له التحليل اللي بقول لحضرتك عليها دي، الثلاث تحاليل دول اللي هو مستوى الجلوكوز في الدم وهو صايم، صايم يعني 7 ساعات مش صايم رمضان، يعني متوقف عن الاكل لمده 8 ساعات، مستوى الجلوكوز في الدم بعد ما ياخد فطاره بساعتين، ومستوى نوع من الهيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين المرتبط بالجلوكوز. الجلوكوز لما بيعلى قوي في الدم بيبتدي يرتبط بالهيموجلوبين ويظهر مستواه برضو بشكل معين. القيم دي اذا تخطت مدى معين معروف طبعا عشان ما تقولش يعني ما حدش في المتابعين اللي يحفظ ارقام، لكن بشرط معينه بيتعرف ان الشخص ده مرشح انه يدخل في مرض البوليسكري اللي هو بنسميه انه بري دايبيتس، وبيبتدي ياخد التحسبات، واذا كان طفل يبقى العيله لازم هتاخد اجراءاتها في نمط حياته وفي الرياضه وفي الاكل بتاعه بحيث ان هو ما يدخلش فيه مرض البوليسكري، وده اهم كتير من التشخيص للناس المرضى. طبعا المرضى لازم يشخصوا ويعالجوا، ولكن نتمنى ان نوصل لمرحله ان سكرين تيست ده او تيست دول مش واحد اكتر من واحد اللي بيتعمل في المعمل روتين.
دكتورة؟ أيوة سامعتنا كويس بس عشان صوتك فجأة قطع. أبداً أكمل حضرتك أنا أنا معك. طيب دكتورة هذا الشيء ينطبق أو تعطينا أنت مثال عن مرض السكر مثلاً، فهل نفس الشيء ينطبق على مثلاً مرض السرطان بعيد الشر أكيد عن السامعين؟ طبعاً ربنا يعافي الجميع يا رب أمين رب العالمين، لكن زي بقول لحضرتك أنا حاولت يعني يمكن في الشق الأول في تواصلنا أن أنا أتكلم على دور العلم ده في الدراسة للطلبة، ولكن من حيث دوره في الحياة أو المجتمع وإيه اللي بيقدمه للمرضى عموماً وللمجتمع حتى اللي زي ما لسه بتكلم عن الناس مش مرضى ولكن يقدر يتوقع من خلال العلم ده حدوث مرض ويقي الإنسان من حدوث المرض من قبله له أدوار كتير جداً. هنزيد مثال عن الدايبيتس حضرتك برضو من ضمن الحاجات أو الأمراض للأسف المشتركة يعني موجودة في العالم كله أو منتشرة في العالم كله أمراض السرطان بأنواعها المتعددة، ودي برضو خطورتها إنها للأسف إذا لم يتم اكتشافها مبكرا بيبقى المرض أو نوع السرطان ده غير قابل للعلاج، يعني نقول مثلا non operable عادة أي سرطان إذا اكتشف مبكرا بيقدر يحصل له نوع من الاستئصال بحيث إن يبقى يتشال تماما وحشال كمان حواليه بالعملية نوع منطقة بنسميها safety margin بحيث إنه هو نضمن كمان ان الخلايا المحيطة من المكان لو كان تسرب لها او انتشر فيها الخلايا السرطانية ازيلت. ولكن اذا وصل لمرحلة معينة بنسميه ستيج معين متأخر وتم الاكتشاف متأخرا بيبقى ساعتها بنقول ان هذا السرطان لا يمكن استئصاله النون اوبرابل، بنلجأ للعلاجات اللي هي حقيقي ما هيش علاج اللي هي الكيموثيرابي او العلاج بالكيمياء والراديوثيرابي اللي هي العلاج بالإشعاع، دي حقيقي ما هيش علاج ده هي تسمية خاطئة، أما أقول كيموثيرابي أو راديوثيرابي هي مش ثيرابي، ثيرابي يعني علاج عشان أوصل لكيور وشفاء، هي بتبقى كأنها بتحاول تقلل يعني المرض بيبقى انتشر في جميع الخلايا ومش هتقدري تعملي كيموثيرابي أو راديوثيرابي للجسم كله، وعادة الناس لما توصل المراحل دي بتقال بقى إن والله أنت طبعا أعمار بيد الله بس لو والله أنت سيرفايفر ريت بتاعتك 5 سنين 7 سنين يعني تبتدي تحطي توقعات، ولكن لو المرض أو السرطان أزيل مبكرا لا بيرجع الإنسان بحيث إن هو كما لو كان لم يصب ويبقى توقعات إن شاء الله الشفاء قرب 100% بس يبقى في الأرلي ستيج. برضو الكيمياء الحيوية لها دور كبير قوي في المعمل إنها تكتشف المرض أو أمراض السرطان مبكرا، من أكثر الأمراض السرطان شيوعا سرطان الصدر النساء ده في العالم كله يعني يعتبر هو النمرة واحد بالنسبة للسيمين أو السيدات. تخيلي حضرتك كلنا والناس الأوير والسيدات المهتمين بنفسهم وخايفين على صحتهم في دلوقتي فعلا من حيث التوعية قال إن ياريت مع بعد كل حمام بعد كل حمام يعني أو صور ممكن الفيميل بالذات لما تكون سنها مثلا نقول 30-35 سنة فوق تبتدي تعمل لنفسها كشف لنفسها بحيث إنها يعني تتحسس فعلا إذا كانت حست إن الثدي نفسه في أي لديها ان حاسه باي نوع من هنقول ايه اللمده او الكتل صغيره لو حاسه وفي الابط برضه للثدي ده نوع من انها كانها بتكشف على نفسها بدري لو حاسه اي حاجه بتروح للطبيب. اي اللي خلينا نقول ان عشان تحس ناس او كتله صغيره حجمها 1 سنتيمتر تخيلي سنتيمتر يعني قد ايه حاجه صغيره جدا. طيب دكتورة عذرا مرة ثانية راح اضطر اقاطعك انا بطول لكن مضطرين نطلع فاصل مستمعينا وراجعين عليكم السلام. طبابة ألف مع سامي البيروتي العيادة المسموعة
وعودة من جديد مستمعينا لموضوعنا في طبابة ألف اليوم عن الكيمياء الحيوية الطبية. معنا عبر الهاتف دكتورة هويدة. مرة ثانية مساء الخير دكتورة، نستكمل حديثنا أكيد عن موضوعنا. أهلاً بيكي. أهلاً. أنا كنا بنتكلم على دور العلم ده في الاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية، وكنت وصلت إن أنا بقول من إن واحد من الأمراض السرطانية الأكثر شيوعاً سرطان الثدي بالنسبة لي طبعاً للفيميل السيدات، وإن هو متعارف إنه ممكن كل ست تعمل نوع من السلف يعني إكزامينيشن بإيديها للثدي وللإبط، بحيث إنها ولو مع كل أو لو كل شهر تاخد بالها إنها تتحسس المكان وتحس بدري لو شعرت بأي كتلة أو يعني إن في ماس. ولكن تخيلي حضرتك إن لو هي في يوم من الأيام شعرت بماس وكان حجمها سنتيمتر واحد، يعني يكون حاجة صغيرة جدا. عند اكتشافها ده ممكن يكون السرطان ده بقاله سنة لخمس سنين، يعني من خمس سنين وارد يكون ده موجود، بس لما حست بيه كحجم أو كتلة واحد سنتيمتر أخذ المدة دي، وممكن يكون انتشر فعلا. فيبقى ياريت وفعلا مع الوقت اكتشفوا ان لا، في طرق بدري عن كده، بدري عن كده للاكتشاف، وهي برضو باللجوء لتحاليل طبية معملية قايمة على علم الكيمياء الحيوية الطبية، بحيث نكتشف المرض من بدري جدا خالص، بحيث يكون لسه مش محسوس او ملموس بالايد يعني، وممكن كمان اكتشافه من قبل حدوثه. يعني هو دلوقتي ابتدوا ومن فترة اتعرف ان السرطان ممكن يبقى له اسباب وراثية، يعني كتير مع الوقت بيتعرف ان فلانة جالها مثلا سرطان الثدي وتقول لك ده انا كانت عمتي جالها برضه او والدتي، او ده مش معناه على فكرة عشان يعني ما حدش يقلق، مش معناه ان انا والدتي كان عندها سرطان لازم انا يجيلي، لا اكيد طبعا. هو مش ورد ومش مرض وراثي يعني ينتقل، او لازم طالما تواجد في فرد من العائله يظهر بعد كده، لكن احنا بنسميه جينيتك بريديسبوزينج فاكتور، يعني عوامل مساعده ولكن مش مرض وراثي. فابتدوا يدوروا في الجينات اللي ممكن تكون موجوده حتى قبل حدوث المرض، او انه لو لقيت الجينات دي ابتدي احط ريسك فاكتور او نسبه حدوث انه ممكن يحصل المرض، واعرفوها فعلا وبتتقاس في المعمل برضو بتجارب تعتمد على فرع اسمه موليكولر بيولوجي، وده علم تحت علم الكيمياء الحيويه الطبيه او الميديكال بايوكيمستري. فالميديكال بيولوجي او الموليكولر بيولوجي انا اسفه، التحاليل الجينيه ده جزء من العلم كيمياء الحيوية الطبية، وبيكتشف جينات معينة حيث تبقى زي ألارم، إن هم مشهورين جدا دلوقتي اللي هو بريكا 1 وبريكا 2 جينز، الجينات دي بيلاقوها إذا كان في نسبة في المستقبل حتى لحدوث سرطان في الثدي بيكونوا موجودين، والبروتينز اللي بتنتج منهم بتكون عالية، وممكن هنا يتم نوع من المتابعة بحيث إذا عليوا عن كم معين أو وصلوا لمستوى مقلق يعني ممكن جدا يتم جراحة من قبل ما يظهر الكتلة نفسها أو إن الكانسر ياخد حجم معين يعني. وأمراض كتير جدا أو أنواع كتيرة من السرطانات بيتم اكتشافها مبكرا من قبل حدوثها، أو أقل ما فيها تكتشف في مراحل مبكرة، بحيث يكون العلاج شافي وقتها، يحصل نوع من الريسكشن أو الاستئصال الكلي للمرض للسرطان بما حوله كمان من منطقة حوله منطقة أمان نسميها سيفتي مارجن، وده لا يتأتى إلا باللجوء للتحاليل الطبية اللي قايمة على هذا العلم. طيب دكتور، عندنا استفسار هنا من أحد المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. يقول هل يوجد أهمية يعني حيوية من الكوليسترول؟ طبعا يعني أنا حاولت زي ما حكيتك، يعني أنا اتكلمت على شيء أو على مرض مشهور جدا أو كومن يعني اللي هو دايابيتس ميليتس، اللي هو مرض البول السكري،
لكن الكيمياء لها دور كبير جدا وتشخيص الأمراض اللي هي زي ارتفاع الكوليسترول في الدم اللي بيبقى يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وده برضو من الهايبرتنشن، بقت برضو للأسف مرض شائع جدا وناس كتير قوي بتعاني منه، وبرضو في سن أصغر لوجود الستريس والضغوطات اللي في حياتنا كلنا دلوقتي، نمط الحياة بقى بيخلي الهايبرتنشن أو الضغط، مرض الضغط المرتفع بيظهر حتى في سن أصغر من اللي كنا متعودين عليه. فالكوليسترول وقياس الكوليسترول في الدم ده من ضمن أهم التحاليل اللي بتتعمل في معمل الكيمياء الحيوية الطبية. والكوليسترول عادة بيتقاس في بنسميه ليبيد بروفايل، يعني ما بيتقاسش لوحده، بيتقاس الكوليسترول وبيتقاس توتال اللي هو الكلي، بيتقاس كوليسترول بنسميه LDL كوليسترول، والنوع الثالث HDL كوليسترول، وبعدين في ترايجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثية، فده بنسميه ليبيد بروفايل. يعني أي شخص برضو مفترض إنه هو لو كان أوبيز وسمي يعني زائد في الوزن بيبتدي يقلق، والطبيب نفسه بيبتدي يقلق إنه ممكن يكون الليبيد أو الدهون في الدم تكون عالية، بيطلب له فعلا الليبيد بروفايل ده، يطلب له توتال كوليسترول والـ HDL كوليسترول واللو دنسي لايبو بروتين كوليسترول اللي هو الـ LDL كوليسترول والترايجليسرايدز اللي هي الدهون الثلاثية. وبرضه تبعا لقيمهم ونتائجهم ممكن جدا لو في هايبر كوليستروليميا أو مستوى الكوليسترول عالي، يبقى ساعتها في أدوية بتتاخد وفي لايف ستايل، يعني ممكن من قبل العلاج الرياضة تاني ونمط الأكل ونمط الحياة ممكن يخلي الكوليسترول يعود ويرجع لمستواه الطبيعي، يبقى نعمل هنا وقاية للمريض من إنه يدخل أصلا في هايبرتنشن أو ارتفاع ضغط الدم وما يليه، لأن الضغط لما بيعلى أو مع ارتفاع ضغط الدم أورجنز كتير أو أعضاء كتير في جسمنا بتتأذى، أولهم الكلى، يعني الكلى ممكن توصل لا قدر الله لغاية فشل كلوي بسبب ضغط دم مرتفع. ومن عيوب ضغط الدم انه المرتفع انه ساعات بيسموه سايلنت كيلر، انه ممكن جدا الانسان ما يشتكيش خالص ولسنين، يعني كلنا نعرف ضغط لو قالي هبقى مصدعه يبقى في صداع، ممكن جدا في ناس كتير الضغط يعلى ولسنين وما يكونش في شكوى محدده، ومع الوقت ده نوصل ان الكلى تتاثر وممكن مع الوقت لا قدر الله يحصل نوع من الفشل الكلوي لمجرد ان الضغط طبعا عالي والمده طويله. ما قبل الضغط ارتفاع ضغط الدم عاده بيكون ارتفاع الكوليسترول في الدم، يبقى انا لو اعمل لنفسي بالذات لو كنت وزني كبير يعني اكتر من الطبيعي ولو سني عاده، يعني نقول ان الشباب لا رغم للاسف ان الشباب بقوا بيعانوا برضه، بس ان جنرال يعني بنقول السن 30 سنه فيما فوق، ليه ما نقيسش الضغط كان ولو مره في الشهر، عشان يعني إيه أنا أسفة قبل الضغط كمان بقصد كل 6 شهور يتعمل نوع من ميديكال تشيك اب ونقيس الليبيد بروفايل اللي قلت لحضرتك عليهم أنواع الكوليسترول المختلفة، بحيث إننا نتحسب وممكن ناخد الاحتياطات ولو مش علاج ولو نغير النمط الحياة بتاعنا، بحيث إننا ما ندخلش في نوع من المضاعفات اللي هي بعد زي ما لسه بقولها في الضم وما يلي من أمراض القلب والأوعية الدموية كلها. فطبعا طبعا يعني السؤال في محله، وإن في حليل كتير مهمة تتعمل في معمل الكيمياء الحيوية. جميل، عندنا لسه في التفاصيل أو أسئلة كمان أخرى دكتورة من المتابعين، لكن نطلع فاصل أخير أوي أوي ورح نرجع. خليكم على السماء. طبابة ألف مع سامي البيروتي، العيادة المسموعة. وعودة من جديد مستمعينا لطبابة ألف، وموضوعنا عن الكيمياء الحيوية الطبية مع الدكتورة هويدة معنا عبر الهاتف. دكتورة هويدة، في صراحة استفسار برضو عبر الاسم اس، ما هي خصائص المحاليل الغروية، أو ما هي المحاليل الغروية؟ غريبة أول شيء، أول مرة أقرأ هذا المستمع شكل لأنه ممكن صعب علي. حضرتك ممكن حتى الترجمة العربية أكون أنا مش مدركاها قوي هي مقصود بيها إيه، لكن ممكن يقصد الكولويد سوليوشن، يعني الغروي ده اللي هي المواد اللي فيها نوع من اللزوجة،
ممكن، بالظبط. لان انا الترجمه عربيه ممكن اكون عارف كده بس مش عارفه ترجمتها، لكن دي اقرب حاجه للتخصصنا يعني لو كان مقصود بيها كده. الكلية سوليوشنز مثلها ويعني الممثل لها في جسمنا البروتين، البروتينات ممكن حضرتك حتى تتخيليها، معلش كده ببساطة حضرتك البيض مثلا، غلال البيض لما بكسر البيض في البيض من ناحية اللزوجة يعني. أيوه هذا الإحساس أو هذا الملمس. البروتينات عموما ده الكولويد كاركتر دي أو الخاصية الكولويد اللي أنا بقول إن هو أكيد يقصد بيها الرغوية دي. البروتين في جسمنا متواجدة طبعا في أكثر مثال أو أكبر مثال هي العضلات المفصل، هي فيها كم كبير من البروتين، ولكن البروتين موجودة أو البروتينات موجودة حتى في العظم، لأن أول ما بيتبادر في ذهننا علي إيه، فين البروتين في جسمي؟ ألاقيها في العضلات، ولكن أكيد موجودة في العظام، وده بيمثل وزن كبير قوي من جسمنا. موجودة في الغشاء لكل الخلايا، كل الخلايا الغشاء الخارجي بتاعها موجود فيه بروتينات. البروتينز موجودة كإنزيمات، الإنزيمات كلها عبارة عن بروتينات. وغير كده بقى في البروتينات اللي هي السيركيليتنج أو اللي هي اللي ماشية في الدم نفسه، المحملة الدم نفسه يعني. الدم فيه بروتينز اللي بنسميها بلازما بروتينز، والبلازما بروتينز لها الخاصية الكولويد دي اللي هي تعتبر رغوية، دي لها دور كبير جدا جدا. البروتينز اللي ماشية في الدم أو سيركيليتنج في البلد إنها بتحافظ على حاجة بنسميها أوزموتيك بريشر أو يعني ال ايه، خلينا نقول ايه، المفروض ان في بالانس او في توازن ما بين الضغط، ما بين السوائل الموجوده جوه مثلا الاوعيه الدمويه والسوائل اللي خارجها. خليني ادي مثال بسيط. تعرف حضرتك في ناس ممكن لو يشتكوا من امراض في الكلى تلاقي رجليهم مورمه، هي ايديمة او البطن يبقى فيها استسقاء، يعني سوائل موجودة تبقى في خارج الأوعية. الأصل إن في سوائل خارج الأوعية، يعني السوائل في جسمنا مش بس موجودة جوه الأوعية الدموية اللي هي تمثل البلازما أو الدم، لا، موجود السائل بيبقى فيه أكسترا فاسكولار أو موجود بره الأوعية كمان، ولكن مفترض هذا السائل كمه يكون بمستوى معين محدد. ولكن إذا حصل نوع من الارتشاح والسوائل دي خرجت من خارج الأوعية وابتدت تطلع برا الأوعية، ده اللي يدي الشعور حضرتك إنما الواحد ساعات يقول أنا مش عارف قايم ليه، رجلي نفخة، يعني لو يضغط على الساق بتاع في القدم يشعر إنه كأنه في سفنج طبعا يغرز كده وياخد وقت عشان يرجع، دي بسميها إديمة أو إن في ارتشاح. عشان نمنع ده او جسمنا المفروض ايه اللي موجود في جسمنا بحيث ده ما يحصلش، ولو حصل خلل يحدث الارتشاح ده، الـ 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 السوائل اللغويه زي البروتينز اللي موجوده وماشيه في اوعيه الدمويه بتاعتنا هي اللي بتحافظ على نوع من الضغط الاوزموزي اللي بيخلي السوائل اللي جوه الوعاء الدموي ما تخرجش بره. اذا البروتينات قلت، يعني اطفال مثلا عادي كلنا بنشوف في التلفزيون الاماكن اللي بيكون فيها مجاعات زي الصومال مثلا، بتشوفي الشكل المميز قوي للاطفال ايه يا ترى؟ طبعا ان ما فيش عضلات خالص لان البروتينات ما بياكلش فمحروم منها، فكان ما فيش عضلات، يعني نسميها جلد على العظم يعني. وتشوفي البطن منفوخه، ما اعرفش ده شكل مميز قوي مش كده تستحضريه. البطن منفوخه ده استسقاء، وده عباره عن ارتشاح او ان السوائل خرجت من الأوعية الدموية وبقت موجودة في الأغشية والأنسجة اللي هي بين الخلايا، فتبقى تظهر في البطن كأنها البطن كده زي البالونة مليانة مية، مليانة فلويد. وبالنسبة للرجل بقى، لو في حد الموضوع ده ظهر في رجلي، يبقى كأن الرجل مليانة مية كده، يتضغط على الشاست أو العظمة بتاعت الساق، الصبع يدخل كأن في سفنجة مليانة مية. اللي يمنع حدوث ده ان يكون في نسبه البروتين في الدم طبيعيه. اذا قل البروتين في الدم باكثر من سبب، مجاعه ستارفيشن زي الاطفال اللي بنشوفهم، سوء تغذيه بحيث ان ما فيش بروتين كافيه في الاكل،
او الكلى تكون مرض في الكلى بحيث ان الكلى بترشح وتفقد البروتين في البول. الكبد مش سليم او مريض ولا يستطيع تصنيع البروتين، بيبقى في اسباب عده تؤدي لانخفاض مستوى البروتين في الدم. مرض في الكبد لا يستطيع التصنيع، مرض في الكلى بتفقد البروتين في البول بدل ما تحافظ عليه، سوء تغذية يخلي البروتين اللي باخدها في أكلي مش كافية. كل ده يؤدي إن مستوى البروتين في الدم يقل، يعني هايبو ألبومينيميا أو اللي هي السوائل الرغوية اللي بيقول عليها اللي سأل حضرتك عليها يقل. أما تقل ما تستطيع، ما يحدثش التوازن ما بين كم الفلويد أو السوائل اللي جوه الأوعية الدموية والسوائل اللي موجودة خارج الأوعية في الأنسجة، ويبتدي يحدث خروج وارتشاح للفلويد والسوائل من جوه الأوعية لخارجها، فيبتدي تبان يعني تجمعات السوائل في البطن زي الاستفقة دي، تبان في القدم بنوع من نسميه الإديمة. يعني أنا والله مش تحضر الكلمة بالعربي، إن رجل تبقى متنفخة يعني منفوخة كده، ويبقى كأن في سفنجة تضغط عليها يغرز الصبع كده. فده فيما يتعلق، وده برضو قياس البروتين في الدم، ده بيتقاس في المعمل. قياس في المعمل نسبة البروتين، توتال بروتين أو الألبومين في الدم له قيمة معينة. لو نقص البروتين في الدم أتوقع كل ده، أتوقع الارتشاح والاستسقاء والإديمة في القدم، ولازم ساعتها يدور على السبب، لأن بقول حاجة هي المحصنة أن البروتين قليلة، وإن ظهرت الحاجات على الجسم اللي هي الاستسقاء والإديمة لازم البحث عن السبب، لأن هناك أسباب عدة، يا إما نقص في التغذية بحيث ما فيش بروتين كافية في الأكل، يا إما الكبد تعبان لأن هو الكبد هو مكان تصنيع البروتين، يا إما الكلى مريضة أو كفائتها قلت لأن الكلى هي المسؤولة عن الاحتفاظ بالبروتين في الدم وعدم فقدانه في البول. جميل. طيب دكتورة حابة أشكرك طبعا، بما أنه خلاص على نهاية الحلقة إحنا. والله أنا شكرا جدا، كنت سعيدة جدا. يعطيك ألف عافية دكتورة هويدة. أهلا وسهلا. شكرا لك. أهلا وسهلا. طبعا كانت معنا عبر الهاتف دكتورة هويدة رئيسة قسم الكيمياء الحيوية. الآن طبعا وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم من طبابة ألف، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من موضوع حلقتنا اليوم. كده راح أسيبكم أنا مع باقي برنامج إذاعات ألف ألف أف أم عصريات مع نهى سعدي وسحر عبد الله، وفي أمان الله.